سؤال هاتفي. السيد ناجح حمود رئيس اتحاد الكره، ارحب بك استاذ ناجح. ارحب بك وبجميع مشاهدي قناتكم العزيزه. يا اهلا وسهلا بك. بدايه يعني الانباء تحدثت عن سعي من قبلك شخصيا للقاء وزير الشباب والرياضه بعيد عن امور تخص الاتحاد او امور عامه، وانما لكسب تأييد حكومي في الانتخابات القادمه. صحت هذا الخبر؟ اولا ليس عيبا اذا اردت ان اسعى لمقابله وزير الشباب والرياضه باعتباري ويعني وزير القطاع الرياضي في العراق. وانا اعتقد ان كل مسؤول عراقي ابوابه مفتوحه لكل من يريد ان يقابله لمصلحه خاصه او لمصلحه عامه، سواء كان وزير الشباب او وزير في اي وزاره اخرى او اي مسؤول اخر. هذا هو شان العراقيين عندما يتولون مسؤوليه. طيب. الموقع اللي اشرت اليه هو موقع معروف بانتمائه ومعروف بولائه ومعروف بمن يديره، ليست هذه هي الكذبه الاولى، وكما يوميا هناك كذبه وهناك يوميا هناك افتراء، الغرض من عنده تشويه سمعه المسؤولين العراقيين. يعني استاذ ناجح هنا تقصد معرض الكره العراقيه المصور؟ نعم. لذلك اقول انا عد ما اريد اقابل وزير الشباب والرياضه كمسؤول اتحاد كره القدم، انا اعتقد ان ابواب السيد الوزير مفتوحه للجميع للخدمه العامه. الان مثل ما اشرت انا لم يعني عد ما ارغب في مقابله السيد الوزير، فاعتقد انه سيكون هناك ترحيب لهذا الموضوع. الوزاره والحكومه العراقيه هي تقف على مسافه واحده من كل المرشحين في كل انتخابات، في اي انتخابات سواء كانت رياضيه او غير رياضيه. طيب. الحكومه راعيه وخيمه للجميع، ووزاره الشباب خيمه لجميع الرياضيين في الانتخابات، هي لا تقف مع هذا ضد ذاك ابدا. والسيد الوزير والوزاره الان على مسافه واحده من كل المرشحين، لم نسمع انه هناك دعم لهذا على حساب ذاك او ابعاد هذا وتقريب ذاك، هذا كل ما في الموضوع. طيب. أنا أقول نحن رياضيين سواء في كرة القدم أو في غير كرة القدم، وزارة الشباب والرياضة هي القطاع الحكومي القائد لهذا يعني لجميع النشاطات الرياضية في العراق. من يريد أن يسيء إلى سمعة العراق عليه أن يعرف أولا أن هناك روابط وثوابت كبيرة بين كل الرياضيين وبين المسؤولين. طيب استاذ ناجح حتى اكون وياك صريح، استاذ ناجح يعني ليش بهذا الوقت بالذات؟ يعني هل الخبر اجى من فراغ؟ واحنا نعرف يعني هذا على لسانك، مع احترامنا لمعرض الكره العراقيه المصور ايضا جهه اعلاميه، واحنا نعرف يعني الان بدات تاخذ انتشار واسع بين الجمهور الرياضي، لماذا هذا الخبر بالذات؟ وانت تقول الكل معروف او معروف ولاءات هذا الموقع. اولا هذا الخبر لا يعنيني ولا اذهب الى هكذا موقع مواقع مشبوهه، لو لا تسالني عنه لما اجيب. انا لا يهمني ما يصير في هذا الموقع او ذاك الموقع، وانا اعرف المواقع جيدا، اعرف المواقع الشريفه والراقيه والمتحضره، واعرف المواقع المشبوهه والمدفوعه الثمن ومن يقف وراءها. هذا لا يعنيني ابدا. طيب. لا يعنيني، لكن انت سالتني اجبتك. طيب. الإسهاب في هذا الموضوع لا يعني ابدا. يعني ماكو اي محاوله، باعتبار ان الوزاره برايك تقف على مسافه واحده من الكل. يا اخي ليس عيبا اذا اريد ان اقابل الوزير او اي مسؤول عراقي اخر. لكن سواء بعمل شخصي او بعمل يخص العمل اللي انا مكلف به، هذا بالعراق موجود في اي مكان يعني. طيب انا راح استغل وجودك وياي واسالك بموضوع يوم امس اتطرقنا له، موضوع تاجيل الدوري اللي الان بدا يثار بين الانديه، منو اللي اتخذ قرار تاجيل الدوري؟ خصوصا يعني يوم امس كان رئيس نادي بغداد موجود الاستاذ ليث الكعبي ويقول اتصلت بست اعضاء اتحاد موجودين في الاجتماع، ستتهم كانوا مو مع التاجيل. وبالتالي كان ايضا اكو اتهامات لحضرتك من قبل السيد عبد الخالق مسعود في انه بجلسه خاصه جمعتك انت والسيد علي جبار والسيد صباح القرعاوي في احد مطاعم النجف وتم اتخاذ القرار في هذا المطعم. اخي اسمح لي، اولا المهاترات انا بعيد عنها تماما. ولا يمكن ان انزل الى مستوى من يذهب الى ذلك. نحن الان امام انتخابات. البعض يرى ان التشهير والتاق التهم بالاخر والتقليل من الاهميه يراها سلاح في الانتخابات. انا ارى غير ذلك، ارى هذه سطوح هناك ثوابت، هناك خطوط حمر، هناك تربيه اخلاقيه، هناك تربيه وطنيه.
الاتحاد كان مجتمعا امس وبحضور عبد الخالق مسعود وتم مناقشه الموضوع. نحن لا نريد ان يعني نبين ماذا جرى وماذا حصل. طيب. المهم عندما صار تاجيل الدوري العراقي اصبحت مباراه النجف مع بغداد مباراة سواء تقام بعد 3 أيام أو 5 أيام ليس هناك فرق ما دام تم تأجيل الدور العاشر والدور الحادي عشر. أما طيب. لماذا تم تأجيل الدوري؟ فهل هناك أمور خاصة بالاتحاد؟ هو أدرى، هو القائد، هو يعرف ماذا يعمل. بس الأندية هم تريد تعرف. لا نريد أن نكون بعيدين عن الظرف الذي يمر به العراق الآن، ولا نريد أن يزايد على وطنيتنا أو على انتمائنا شيء أو صاد أو عين. نعم أنا أؤيد أن الأندية يعني تتضرر بالتأجيل، لكن هناك ضرورة أحكام، واتحاد كرة القدم هو القائد وهو اللي زين. شنو هاي الضرورات؟ هسه الأندية تسأل أستاذ ناجح، الأندية تسأل شنو الضرورات اللي دعت إلى تأجيل الدوري؟ اللي يريد يسأل الاتحاد موجود يسألني وأنا جاوبه بكل تفصيل. يقول لك نتصل كل الأعضاء مو مع التأجيل، يعني أي شخص نسأله يقول لك ماكو أي مبرر للتأجيل. يعني كان السيد مثال، يعني رئيس نادي بغداد موجود. يريد يصرح بالتلفزيون يريد يصرح بالتلفزيون يصرح؟ يعني يريد يقول أنا ما كنت مع التأجيل من أعضاء الاتحاد، هذا يطلع بالتلفزيون. بالتالي يعني هذا حق للأندية يعني أنه يسأل، حق طبيعي. حبيبي حق طبيعي للأندية، لكن لسه كل ما يعرف يقارن نادي اللي يريد يستفسر عن السبب الحقيقي للتأجيل. طبعا هناك أسباب عديدة، لكن أنا يجب أن يفهم السامع الآن أو المشاهد الكريم من أنه اتحاد كرة القدم هو جزء من منظومة الدولة. الآن العراق يمر بظروف صعبة جدا جدا، والمباريات تحتاج إلى حمايات وإلى عناية أمنية وتدخل قوات. طيب. وما شابه، ونحن لا نريد أن يلغي هذه القوات عن واجباتها الأساسية الآن. شكرا جزيلا أستاذ ناجح حمود رئيس اتحاد الكرة على هذا التوضيح، شكرا جزيلا. وبالتالي كل شخص يتحمل مسؤولية تصريحه أو رأيه الشخصي وهو مسؤول عنه، سواء ذكر وموقع الكرة معرض الكرة العراقية المصور، يعني معرض محترم شخصيا كل الاحترام والتقدير، لكن كل ما يجي على لسان شخص هو المسؤول أولا وأخيرا. وإحنا نعرف أن المعرض الآن بدأ يأخذ شعبية واسعة في الأوساط الرياضية، مو من باب الدعاية لكن أصبح مؤثر. أما ولاءاته وانتماءاته فإحنا غير مسؤولين عن هذا الكلام.